الحمد لله احنا عندنا لعيبه وفره من اللعيبه كويسه جدا ان شاء الله. وخلي بالك الناس كانت برضو بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي بعاد شويه على مستواها. انت النهارده الفتره الاخيره بعد التالق كبير جدا في كاس افريقيا ونهائي افريقيا، طبيعي ان انت خلاص اديت مجهود كبير جدا ومجهود ذهني وبدني، فطبيعي ان انت تيجي بعد كده الامور هتبقى يعني مش طبيعيه، ان انت مستواها هيقل شويه، التركيز مش هيبقى جامد شويه. لكن انت النادي الاهلي كان الفتره دي اهم حاجه 3 نقاط في كل مباراه، لان انت بتنافس طبعا. طبعا النادي الاهلي كل ما بتخلص بطوله وتخش على بطوله بقى بتفكر في البطوله اللي بعديها. اعتقد ان اللعيبه دلوقتي خلاص وجهاز وكل الناس بتركز في بطوله الدوري دلوقتي، لان احنا عندنا منافسه شرسه. وان شاء الله بتمنى ان النادي الاهلي طبعا يكمل الدوري وياخد الدوري باذن الله. يا رب ان شاء الله. 8 ماتشات فتره صعبه، عديت انت بفترات زي دي كتير قوي؟ كتير عدينا بده كتير جدا. برضو يا كابتن احنا لو تفتكر كابتن اسلام لما خدنا 3 العالم في اليابان، احنا جينا تاني يوم مسافرنا اسكندريه عشان نلعب الحرس. والحمد لله كسبنا فيه متعب، اعتقد اللي جاب 2-0 متعب. فبالتالي انت خلاص انت طبعا لعيب في النادي الاهلي تعود ان هو يطلع من بطوله لبطوله من سفر لسفر، وده طبيعي. ولكن الحمد لله احنا كمان عندنا لعيبه كويسه جدا، في لعيب مصابه رجعت، في لعيبه كانت بعيده عن مستوى تالقت، في ناس كانت بعيده عن الصوره ابتدت تاخد وتشتغل وتبقى كويسه. فبالتالي ده حاجه كويسه جدا ان انت يكون عندك 3 فرق موجودين في النادي الاهلي، وده الطبيعي ان انت في اكبر نادي في افريقيا وفي مصر. فبالتالي وجود اللعيبه مهم جدا، كل واحد دوره مهم جدا، كل واحد هياخد في وقت معين، ولكن التوليفه دي اللي يقدر يعملها هو مستر موسيماني والجهاز الفني. هو الادرى باللي هيحصل بقى خلال الفتره اللي جايه. طيب هل انت مع ان هو يعمل روتيشن خلال ال8 ماتشات، ولا خلاص هم ال11 اللي يلعبوا، باستثناء طبعا لا قدر الله لو في اصابه، لو في كارت اصفر، 3 كروت صفراء كده يعني؟ هو طبعا هو ادى فرص لناس كتير جدا الفتره دي، فبالتالي جهز كل الناس. اعتقد ان هو الفتره اللي جايه الروتيشن مش هيبقى كتير جدا، انه عايز يكسب. لكن هي الميزه ان انت اللعيبه كلها اللي موجوده جاهزه، اي حد يختاره خلاص تمام. لكن هو يهمه كله ان هو يعمل توليفه كويسه جدا، يثبت على التشكيل، يلعب الناس اللي فايقه. لان خلي بالك هو النهارده اللي بيتالق ويكمل، لو واحد بعيد شويه بتلاقي واحد دخل مكانه. مظبوط. لانه عنده مجموعه كبيره جدا ووفره كبيره جدا من اللعيبه. فبالتالي هو اكيد الفتره الجايه هيبقى تركيز اكبر من اللعيبه والجهاز الفني، ان انت خلاص خلصنا يابان وخلصنا افريقيا، هتخش بقى في الدوري، هيبقى تركيز اكبر، هيحط التشكيل الانسب، التوليفه اللي هو شايفها من وجهه نظره هتفيد الفتره الجايه. بس اعتقد ان اللعيبه كلها الحمد لله يعني مميزين، وهيبقى ليهم دور كبير جدا. حتى الناس اللي كانت بعيده كانت في فرصه كويسه جدا ان الناس تاخد ماتشات تجهز للفتره الجايه، لان هو محتاج كل لاعب الفتره الجايه. عوده محمد هاني، وممكن يكون ايمن اشرف بره الفرقه لانه 3 انذارات، ولكن عوده محمد هاني هل من الممكن ان يكون هيرجع مره ثانيه، خصوصا بعد ما رامي ربيعه لعب المباراه السابقه كباك رايت لانه ما كانش فيه لان اكرم كان مسافر؟ ايه اللي ممكن يحصل من وجهه نظرك؟ خد بالك يا اسلام، هو طبعا لما لعب رامي مش باك رايت، لا، لكن هو لعب المباراه اللي فاتت لانه محمد هاني كان موقوف 3 انذارات واكرم كان مسافر. هيرجع هاني ويرجع اكرم الوضع الطبيعي ناحيه اليمين، هو ادرى بقى مين الاجهز، مين اللي مش مرهق يبتدي ياخد واحد فيهم ناحيه اليمين. رامي هيرجع في الحته اللي هي الدفاع دي عادي، مفيش مشكله خالص. لكن دي بتبقى حاجه كويسه جدا انك انت النهارده عندك لعيب زي رامي بيلعب في جميع المراكز، فبيحل لك حلول كتيره جدا. عندك اكرم بيلعب في جميع المراكز فبيحل لك مواقف كتيره جدا. أيوه. محمد هاني من الناس المميزه جدا ناحيه اليمين، وده اتربى واتولد ان هو يبقى باك رايت، فطبيعي ان هو طبعا بعد الاصابه بتمنى ان هو يرجع تاني ان شاء الله، لان دي بتفيد النادي وبتفيد الفريق انك تكون عندك محمد هاني وعندك اكرم بيشتغلوا بشكل كويس جدا. اكيد النادي الاهلي بيستفاد، لان الفتره الاخيره كان في كلام ان النادي الاهلي محتاج باك رايت، فانت عندك هاني كان شغال، اكرم اشتغل وادى بشكل كويس، فانت عندك الحته اليمين ما عندكش مشكله فيها خالص. رامي هيرجع في الحته دي تاني، ولو احتاج رامي هيلعب باك ليفت، ان رامي من لعيبه الجوكر اللي بتلعب نص ملعب، بتلعب في جميع المراكز. زي ما قلت لك يا كابتن اسلام، انت عندك في كل مركز 2-3 كويسين جدا، ودي حاجه كويسه جدا للجهاز الفني، بيبقى فيه حيره، ولكن الاستفاده في الاول وفي الاخر هو التيم والنادي في الماتشات، لان طبعا انت عندك موسم كبير، موسم صعب، عندك ظروف الكورونا، عندك ظروف الاصابات، الارهاق، السفر، الناس اللي جايه من السفر، فلازم يبقى عندك وفره، ولازم يبقى عندك ناس جاهزه، وده اللي احنا شفناه الفتره الاخيره. هو ذكي جدا مستر موسيماني، حتى يعني في ناس كانت بتسالني على لما كهرباء نزل ماتش نهائي افريقيا، واعتقد كان صلاح محسن، واعتقد ان كان مش فاكر كان في حد تالت برضه كان بعيد نزل،
هو نزله اخر دقيقه او دقيقتين بالظبط ليه؟ عشان يبدا بيه الماتشات اللي بعد بس كده. في ناس كانت بتقول لك ده تكريم، ماشي حاجه كويسه ان هو نهائي افريقيا وبتاع، لكن هي هو هيبطل، لكن هي القصه كلها، القصه كلها ان هو عنده فكر وذكي جدا مستر موسيماني والجهاز الفني، ان انت عندك بعد كده هنحتاج الناس دي، فبالتالي نفسيا يبتدي يشتغل. أنا